ان انت الراجل بيلعب بفرقه في الدوري فين في الفرقه بيلعب بس ناصر ماهر وعبد الله ناصر ماهر بس لا وعبد الله سعيد يا عم ماشي بس ناصر ماهر هو الراجل هو الراجل هو, هو اللي فارق يعني عبد الله سعيد لو موجود النهارده كابتن في القائمه الافريقيه مش كان نزل ومسك الكوره في وقت انت محتاج تمسك كوره انت في وقت ما في الشوط الثاني في اخر الشوط الثاني هو مضطر الكلام انا مش الكوره بتجيلك انا مش هتكلم انا مش هتكلم خلي بالك هو ناصر ماهر اللي يفرق معاك لغايه دلوقتي عبد الله لما يفوق ويلعب الكوره اللي هي احنا عارفينها عنه تمام. هيبقى من يعني هي ممكن عمره يطول سنتين ثلاثه ما يحطش في دماغه الجري السنه دي بالنسبه له يعني لا ما يحطش في دماغه ان يجري ويقطع انت معروف ان انت يا بتجيب جون يا بتعمل جون هي دي ميزه عبد الله السعيد لو عمل كده في التيم ده بقول لك هيقعد سنتين ثلاثه يلعب هي الناس دلوقتي لو عبد الله السعيد جاب جون ايه اللي هيحصل ده جمهور الزمالك مستنيها عمل جون جمهور الزمالك مستنيها هي الناس دلوقتي يعني مديه لناصر ماهر المكانه دي ليه لان بيقول لك بينزل بيفرق تمام بس وانا بقول لك اللي جاي اللي جاي خلي بالك عايز تقول حاجه ما انا بقول لك اللي هتبني عليها فاروق اللي جاي اصعب يعني انت الدوري اصعب ان انت برضو بتفكر تاخد دوري السوبر الافريقي كاس مصر كمان انا بقول لك انت اللي جاي اصعب ان انت لكن انت الراجل خلاص الكونفدراليه خلصت اللعيبه اللي كان بتلعب معاه في الدوري او بتلعب معاه في الافريقيه خلاص الفرقه بقت واحده دلوقتي يقدر يشكل التشكيل اللي هو من وجهه نظره ان هو قادر يكسبه الفتره اللي جايه لكن انت بتتكلم دلوقتي خلاص انت مباراه افرح النهارده فكر في اللي جاي زي ما قال الكابتن حسين لبيب ان انت بتفكر في دوري بتفكر ان انت تاخد كاس مصر بس خلي بالك انت بتلعب مع فرق اقوى من فرقه نهضه بركان بكتير سواء الدوري في الدوري في فرق كتير جدا فرق محترمه فرق كويسه حافظه فرق لعيب تاني الزمالك لكن انا بتكلم يا فاروق انت تفرح النهارده وتفكر في اللي جاي انت تبني على ده زي ما في ناس كتير جدا بتقول لك ان نادي الزمالك محتاج صفقات انت محتاج صفقات لازم ترمم السنه الجايه بقى لا ما انا بقول لا السنه الجايه ان انت ترمم دفاع نادي الزمالك حراسه مرمى نادي الزمالك انت محتاج باك رايت محتاج سردباكات محتاج فروت بجد ان يجيب لك جون النهارده سيف الجزيري انا حاسس انه تايه لا بيضغط ولا بيطلع ولا حتى بيحاول بس هو الراجل جايب جون الماتش اللي فات طبيعي هيبدا بيه انا لا خلي بالك هو بقى كان غير بعد ربع ساعه من الشوط الثاني كنت نزلت بقى ناصر نزل خلي بالك وجهه نظر الكابتن رضا لما انت بتقول اوباما ينزل لا انت كنت ممكن النهارده كنت تنزل واحد زي مصطفى شلبي كان يجر يسحب لك ليه زياد كمان يقفل لك نص الملعب انا جبت الجون تمام ان انا ممكن اضغط كمان اكتر من كده يا فاروق وده لا وتمتلك نص الملعب لكن انت تقعد 90 دقيقه حاطط ايدك على قلبك لا نقطه بركان لو قعدت 3 ايام مش هجيب جون لان فرقه الزمالك فعلا احنا قلنا ويمكن اتكلمنا قبل كده واتكلمنا امبارح قلنا لك تقلل الاخطاء اللي موجوده في خط الدفاع النهارده لازم تشيد بالمسلوس كل اللعيبه النهارده ادت بشكل جيد لكن في لعيبه كانت ظاهره بصح بصراحه ظاهره بشكل جيد جدا النهارده كان عمر جابر وفتوح عاملين الترحيل ولا اروع النهارده لازم تشيد بالمسلوس اللي عامل مباراه كبيره جدا وكنا انا بتكلم على عامه لا انا بقول كله يا كابتن لكن انا بتكلم النهارده لازم تحيي النهارده دونجا وتحيي محمد شحاته الاثنين اللي كانوا قافلين بشكل كبير كله حتى لو مش عارف يعني خلي بالك الكوره نفسها وانك بص يا فاروق هو بيعمل مجهود خلي بالك يا فاروق احنا كان الخلاف بس على التغييره التغيير لانك انت عايز تقفل نص ملعبك انت مش عايز خطوره انت عارف لو ربنا ستر طبعا ربنا ستر اي كوره طايشه لطشه كانت ممكن تطير والجماهير الجماهير اللي في المدرج يا فاروق اللعيب لما بينزل وانت كنت عارف وكابتن رضا عارف ان انت لما كنت بتشوف الجماهير دي انت كنت بتحاول تلعب السهل على قد ما تقدر خايف ان انت تغلط اللي الجماهير تزوم عليك لكن انا بكلمك هو انت تبني طيب. على اللي جاي طبعا النادي الاهلي طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ نادي الزمالك في البدايه ثم النادي الاهلي هنأ ايضا نادي الزمالك بحصوله على بطوله الكونفدراليه وتتوالى بقى التهنئه من نادي مودرن فيوتشر ثم المدير الفني لمنتخبنا الوطني الكابتن حسام حسن وتهنئه ايضا لنادي الزمالك بحصوله على هذه البطوله تهنئه اكيد كلنا فرحانين بدايه من راس الدوله رئيس الجمهوريه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ثم الانديه والعلاقات الجيده ما بين الانديه ومدير الفني لمنتخبنا الوطني الكابتن حسام حسن دي طبعا التهنئه الخاصه بنادي مودرن فيوتشر